السلام عليكم متابعينا الكرام. هذا الفيديو إن شاء الله راح يتحدث عن الشقق اللي تكون خارج المجمعات السكنية. طبعا هذه الشقق هي عبارة عن عمارات، هذه العمارة عدد طوابقها ما يتجاوز 2 إلى 4 طوابق، يعني من 2 إلى 4 طوابق. هذه العمارة مساحات هذه الشقق تكون من 150 إلى 200 متر، تحتوي على غرفتين وصالة وطبعا مطبخ وصحيات أيضا وياها. بالنسبة للأسعار البيع والشراء والإيجارات تختلف حسب موقع العمارة، حسب مساحة الشقة، حسب الطابق. طبعا كل ما طابق يكون عالي كل ما تكون شوية سعره أرخص. مثلا أسعار الإيجارات تكون من 250 ألف إلى 300 ألف دينار، يعني تقريبا ورقتين 200 دولار للشقة الواحدة بالشهر. طبعا هذه ما بها يعني مصاريف خدمات وما بها مصاريف مثلا مي وكهرب، لا، كل شقة يجي حساب المي وحساب الكهرب الحالة. اعتقد المي مشترك يجي، اعتقد يعني تجي ورقة واحدة ومشترك تتقسم على جميع الشقق، لكن الكهرباء تجي الكهرباء حسب استخدام كل شقة وكل عائلة. ايضا امبيرية المولد تكون كل شقة لحالها، يعني مو مثل الشقق اللي موجودة بالمجمعات السكنية يكون بها 50 ألف أو 50 دولار شهريا، هاي خدمات بلدية وخدمات مي وكهرب وما اعرف شنو، يعني هالامور هذه. لكن الشقق العادية اللي بالمناطق العادية ما بها مصاريف خدمات، فقط مجرد يعني مصرف الكهرباء ومصرف الماء يكون حسب الفواتير. اما بالنسبة للاسعار، اسعار هذه الشقق للبيع والشراء يعني تقريبا 4 دفاتر يعني للشقة، 3.5 4.5، يعني بهالحدود. فمثل ما قلت لكم اكو عوامل تأثر على السعر، يعني هسه يجي واحد يقول لا انت تقول هذا السعر ترى غالي، الاخ يقول لا هذا السعر رخيص. هذه الغالي والرخيص تكون على عوامل السوق، يعني مرات السوق صاعد مرات السوق نازل، هي العقارات عرض وطلب. يعني اليوم مثلا انا اقول لك 4 دفاتر احتمال بعد اسبوع يصير 4.5 أو 5، فتفرق. يعني ماكو سعر ثابت بالنسبة للعقارات، صاعد نازل، لكن بهالحدود. يعني ما اكو شقة بـ3 دفاتر يعني، ولا اكو شقة بـ6 دفاتر أو 7 دفاتر. بالنسبة اللي خارج المجمعات، ده احكي لكم خارج المجمعات، مو هسه واحد يكتب لي بالتعليق يقول لي لا اكو بـ8 دفاتر اكو اكثر، اي هاي صحيح، هاي داخل المجمعات السكنية الحديثة اللي جاي تنبني هسه حاليا. وطبعا هذه العمارات ما بيها مصاعد، كلها على الدرج، يعني استخدام الدرج. وهاي مواصفاتها، يعني شقق عادية بسيطة للناس اللي مثلا حالتها شوية تكون تعبانة، حالتها وسط، اللي عند عائلة كبيرة وراتبها ضعيف، هاي الشقق تخدمها، يعني تمشي أمرها. طبعا شقق نظيفة ومرتبة وزينة، ومناطقها أيضا يعني كلش حلوة وزينة. لكن هسه واحد يسألني يقول لي بيا منطقة تنصحني، أي منطقة أروح؟ ما أقدر أنصحك، أقول لك فلان منطقة أحسن من فلان منطقة وفلان منطقة زينة، أنت حسب رغبتك وحسب إمكانيتك وحسب اللي تريده. أنا مجرد دا أعطيك معلومة، دا أوصل لك معلومة عامة حتى شلون أنت يصير عندك فكر، يعني أنت يصير عندك أرضية، يصير عندك أساس للمعلومة. أما اللي يريد يشتري واللي يريد يأجر، طبعا يروح للمحافظة اللي يريد، مثلا يريد بدهوك، يروح لدهوك يسأل مكاتب العقارات، يسأل الناس الموجودين هناك، هم راح يقول لك احنا فلان منطقة فلان منطقة فلان منطقة، انت تروح لهاي المنطقة عجبتك اوكي، ما عجبتك انتقل لها وهكذا. هاي بالنسبة للشقق اللي تكون خارج المجمعات السكنية. ان شاء الله تكون هاي المعلومات البسيطة وتنطيكم فد نبذة مختصرة وتنطيكم أرضية تثبتون رجلكم عليها، يعني حتى أنت تعرف وين واصل وين رايح، شلون راح
تشتغل بالمستقبل إذا عندك رغبة. هذا كل ما موجود بهذا الفيديو، أشوفكم إن شاء الله فيديوهات قادمة على خير، مع السلامة.